دلوقتي لأرض الملعب وصالة دكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وتنضم لنا زميلتنا طبعا سالة حامد علشان تعرفنا على آخر المستجدات الخاصة بإحماء الفريقين، وأيضا يمكن موعد انطلاق المباراة وكل الأمور الخاصة بمباراة اليوم النهاردة ما بين النادي الأهلي وما بين الزمالك. تفضلي يا سالة، سامعين. تحياتي ليكي طبعا يا مريم، برحب بيكي وبالتاكيد برحب بضيوفك الكرام وكباتننا طبعا في الاستوديو، الكابتن حسام شعراوي والكابتن انجي الشامي، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلتي طبعا زميلتي مريم، حاليا احنا متواجدين، وطبعا كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، حاليا احنا متواجدين داخل ارض الملعب، طبعا ملعب المباراه اليوم، وفي مجمع دكتور حسن مصطفى في السادس، في مدينه السادسه من اكتوبر، طبعا مجمع الصالات هنا للدكتور حسن مصطفى. وزي ما انت قلتي طبعا ثاني مباراه في سلسله ذا بيست اوف 3 لدور النهائي من بطوله الدوري العام لكره الطائره طبعا ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. ويمكن طبعا زي ما انت قلتي كمان انه يمكن المباراه طبعا ما بداتش في موعدها، يمكن بدات طبعا متاخر شويه، نص ساعه زياده على موعدها الاصلي. يمكن طبعا المباراه كانت تبتدي في الساعه 11 بالظبط، 11 مساء، ولكن ابتدت طبعا 11 ونص طبعا، يمكن ده بسبب يمكن البطوله او المباراه اللي كانت قبل مباراه الاهلي والزمالك. طبعا زي ما شفنا كلنا مباراه سبورتنج وسموحه، واللي انتهت بفوز سبورتنج بثلاث اشواط مقابل شوط واحد لسموحه. طبعا كانت مباراه مثيره، مباراه قويه جدا جمعت ما بين الفرقتين، ويمكن شفنا اداء قوي جدا سواء من سبورتنج او سموحه، ولكن في الاخر يعني قدر سموحه، قدر عفوا سبورتنج ان هو يفوز على في المباراه ويحصل على المركز الثالث في نهائي الدوري العام لكره الطايره سيدات. يمكن طبعا زي ما انت برده شايفه ورايا زميلتي مريم، بدا بالفعل يعني لاعبات النادي الاهلي ولاعبات نادي الزمالك عمليات الاحماء على ارضيه الملعب، ويمكن كمان شويه ان شاء الله والمباراه تبتدي ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. يمكن طبعا خليني كمان سريعا ان انا انقل لك كل الاخبار هنا والاستعدادات والاجواء سواء طبعا لفريق النادي الاهلي او نادي الزمالك. طبعا النادي الاهلي وتحت قياده الكابتن الكبير كابتن ابراهيم فخر الدين، يمكن طبعا استعدوا بشكل طبيعي جدا زي كل مباراه. يمكن طبعا الفريق زي ما احنا عارفين في معسكر مغلق قبل كمان اول مباراه في سلسله ذا بيست اوف 3، بيكانوا في معسكر مغلق واتمرنوا امبارح والنهارده كمان الصبح، اتمرنوا يمكن على الظهر، اتمرنوا على نفس الصاله، صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادسه من اكتوبر، وكان في زي محاضره فيديو او فيديو ميتنج طبعا ما بين الكابتن ابراهيم فخر الدين وجميع اللاعبات الحديث طبعا على اهميه المباراه. طبعا يمكن خليني طبعا افكر الساده المشاهدين ان المباراه دي هي المباراه الفاصله، المباراه المهمه اللي يفوز فيها النهارده او النادي الاهلي لو فاز فيها هيفوز ويتوج ببطوله الدوري. وطبعا لا قدر الله لو حصل اي حاجه يعني بعيدا عن الفوز، النادي الاهلي ونادي الزمالك هيكون في مباراه ما بينهم يوم السبت ان شاء الله، وهي المباراه الفاصله لتحديد من هو بطل الدوري لهذا الموسم. يمكن ده طبعا بالنسبه للنادي الاهلي، الفريق استعد بشكل طبيعي جدا واستعد بشكل قوي جدا. يمكن كمان يمكن يعني خليني اقول لك من خلال تواجدي هنا من ارض الملعب يا مريم، عايز اقول لك ان يمكن جميع لاعبات النادي الاهلي عندهم يعني المعنويات مرتفعه جدا، داخلين المباراه بكامل تركيزهم، مركزين جدا، معنوياتهم مرتفعه. يمكن ده بالاخص كمان بسبب الاداء والروح اللي شفناه منهم في اول مباراه، شفنا منهم اداء قوي جدا قدموه لاعبات النادي الاهلي في اول مباراه، فداخلين النهارده المباراه في كامل تركيزهم. يمكن شفنا طبعا تالق العديد من اللاعبات، يعني يمكن كمان على راسهم المحترفه تيتيانا بوكان. يمكن النهارده ان شاء الله الفريق يعني في كامل تركيزه لحسم وللحصول على بطوله الدوري، كذلك كمان نادي الزمالك النهارده ممكن داخلين كمان المباراه في تركيز شديد جدا، مركزين اكتر طبعا من المباراه الاولانيه طبعا عشان حابين ان هم يفضلوا لسه في المنافسه على بطوله الدوري. جميع اللاعبات طبعا معاهم المدير الفني وتحت قياده المدير الفني حسام شكري، يمكن داخلين طبعا المباراه بتركيز عالي جدا، ويمكن جميع اللاعبات هيكونوا متواجدين يا مريم، ال 14 لاعيبه في السكور شيت، ما فيش ولا لاعيبه او ما فيش غيابات موجوده في قائمه نادي الزمالك. يمكن خليني سريعا كمان اطلعك واقول لكم طبعا من هم اللاعبات اللي في قائمه نادي الزمالك: ندى مورجان، مريم متولي، ملكة طبعا المحترفه البرازيليه، ايسن نديم، فريده هشام، مايا ممدوح، صابين حسن عابد، ياسمين نوح، نوران احمد، مريم مصطفى، دانا شوقي، ومنى او هنا محمد، نور ايهاب، وداليا المرشدي. يمكن قائمه نادي الزمالك ما فيهاش اصابات، ما فيهاش غيابات خالص، ولكن طبعا قائمه النادي الاهلي هيكون فيها ثلاث غيابات وهم زين العالمي، ده طبعا بسبب التوقف من الاتحاد المصري للكره الطائره، فهتغيب عنا مباراه اليوم، وكمان سلمى يوسف بسبب الاصابه في الغضروف، وسهيلة وفيق بسبب اصابه سبرين انكل درجه ثانيه طبعا، في سبرين انكل طبعا يمكن عندها بتعاني من سبرين انكل وهتغيب بسببه عن مباراه اليوم، وكمان هتغيب يمكن الفتره القادمه عن التدريبات الجماعيه
الجماعيه لمده اسبوعين، وان شاء الله بعد الاسبوعين هتقدر تشارك في التدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي. كمان يمكن اللي هيكون موجود النهارده في القائمه ال 14 لاعبه: شروق فؤاد، ساره امين، ايه شامي، ميار خليفه، ندى وليد، تيتيانا بوكان المحترفه، دعاء غباشي، ندى حمدي، مريم ثروت، مي غزال، ايه خالد، علياء هاني، دعاء محمد، ونهال جمال. دول جميع اللاعبات اللي هيشاركوا في مباراه اليوم. وكمان خليني اقول لك الاجواء هنا داخل الصاله، يمكن الصاله بس مقتصره على حضور الاهالي فقط، سواء لنادي الزمالك او لنادي الاهلي. وفي الماسوره الرئيسيه طبعا متواجد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، ولن يعني لن يتم او لن يعني يكون النهارده متواجد اي من جماهير سواء جماهير النادي الاهلي او جماهير نادي الزمالك. الصاله خاليه تماما من الجماهير، تقتصر فقط بس على اهالي للفرقتين. بالتاكيد انا معاك يا مريم لو في اي سؤال طبعا بخصوص مباراه اليوم. والان العوده مره للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا مريم، تفضلي. شكرا ليكي جدا زميلتنا سلا حامد من صاله دكتور حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر. الحقيقه كان معاها كل المستجدات الخاصه بمباراه اليوم، سواء الحضور، القائمتين، وكمان موعد المباراه اللي هتنطلق يمكن خلاص خلينا نقول في اقل من ربع ساعه.